بسم الله الرحمن الرحيم. تقيم الجالية البحرانية هذه الوقفة التضامنية مع شعب البحرين، واحتجاجا على اعتقال النساء والحرائر في البحرين الذين يلاقون أشد أنواع التعذيب والتنكيل في مبنى التحقيقات الجنائية في البحرين. نحن اليوم نوصل رسالتنا إلى كل الأحرار في العالم بأن لا زال شعب البحرين يستصرخكم ويناديكم بأن تقفوا معه وأن تقفوا مع حقه في تقرير المصير. هذه الوقفة الاحتجاجية هي لدعم الصمود البحراني وصمود الشعب البحراني في مواجهة البطش الخليفي والسعودي وقوى الاستكبار الأمريكية في البحرين. ندعوكم للنزول إلى الشوارع العامة وإلى تفعيل العصيان، عصيان الحرية في يوم الانتخابات، وندعو إلى المشاركة في الاستفتاء الشعبي التي تدعو إليه القوى الثورية في البحرين، وإن شاء الله سوف نصل إلى مطالبنا بصمودكم وبإصراركم وعنادكم تتحقق جميع مطالب شعب البحرين بإذن الله تعالى.